كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أطلقت برامج عديدة من أجل التحول للطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب برامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تحركها في هذا المجال كان في وقت مبكر انطلاقا من اتفاقية باريس للمناخ. إن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر، وبقول فيه ان احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لهذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة أو تم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين. الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى في مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة.